ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم نعمل مع بعض المرايه العين بخطوات بسيطه جدا. الخامات المطلوبه هنحتاج، انا عملتها هنا بدايره مقاسها 25 سنتي، ممكن نعمل مقاس اصغر او اكبر عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ده اطار معدن كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ده بيبقى مدهون. زي ما قلنا المقاس 25 سنتي اللي انا اشتغلت عليه، والخيط اللي استخدمته هو خيط مكرميه قطن مجدول 5 ملي شلات، وهنحتاج سبراي للتثبيت. هنبدأ الخطوات مع بعض. اول حاجة احنا المراية اللي عندنا على شكل حين، فاحنا هنعمل مثلث ناحية اليمين ومثلث ناحية الشمال بالشكل ده. الخطوات سهلة جدا وبسيطة، والمراية ما بتاخدش وقت ولا خيط كتير. الكمية اللي هتاخدها بالظبط هي حوالي 0.5 كيلو، يعني من 400 جرام لنص كيلو خيط بالظبط، ودي الاطوال اللي هنقصها. المثلث بيتكون من 18 فتلة، هنعلق الفتلتين اللي في النص، طول الفتلة منهم 120 سنتي، بنتني الفتلة قد بعض بالظبط كده، وبنعلقها على الدايرة المعدن اللي عندنا او الشاسيه بعقدة البداية الامامية، بنعديها من فوق كده وبنعلقها بعقدة البداية الامامية. يبقى اول فتلتين هنعلقهم طول الفتلة فيهم 120 سنتي، تمام. بعد كده هنعلق 4 فتلات ناحية اليمين و4 فتلات ناحية الشمال، طول الفتلة متر. يبقى احنا علقنا الاثنين اللي في النص، هنعلق بقى 4 يمين و4 شمال، الفتلة طولها متر. احنا بنعلق الفتلات بعقدة البداية الامامية زي ما اتفقنا. احنا كده شغالين في اول مثلث، المثلث عدد الفتلات بتاعته 18 فتلة. تمام. بعد كده فاضل لنا 4 فتلات ناحية اليمين و4 فتلات ناحية الشمال، طول الفتلة 80 سنتي بالظبط. هنعلق بقى اخر 4 فتلات ناحية اليمين هنا، طول الفتلة منها 80 سنتي، عشان توتال الفتلات اللي علقناها بالظبط هيكون 18 فتلة. ال18 فتلة هيعملوا لنا 9 عقد مربعين. يبقى انا كده عندي 18 فتلة، هعمل 9 عقد مربعين. هناخد بقى كل 4 فتلات جنب بعض بالشكل ده ونعمل العقدة المربعة. بنعمل كده رقم 4 مقلوبة. الخيط المتحرك التاني بيجي من فوق وينزل تحت كل الفتلات ويطلع من رقم 4 بالطريقة دي، بثبت الخيط الثابت، مش عايزين بقى فراغات في العقد علشان خاطر هنشوف دلوقتي في الشغل شكل العين يطلع كده واخد كيرف شوية، تمام. بنكمل بقى النص التاني، اشتغلنا مرة يمين هنشتغل مرة شمال، بنعمل رقم 4 معدولة، وبرضو نجيب الخيط المتحرك من تحت كل الفتل علشان يطلع من قلب كده رقم 4، تمام اوكي. انا كده عملت اول عقدة مربعة، اول صف قلنا هيكون فيه 9 عقد مربعين، هشتغل بقى ال9 عقد مربعين كلهم. تمام، انا كده عملت ال9. بصوا بقى احنا عايزين نعمل تناقص في كل صف، هنعمل تناقص لحد ما نوصل لعقدة واحدة بس في الدور. فهنعمل ايه؟ هنسيب فتلتين ناحية اليمين وفتلتين ناحية الشمال، ونعمل 8 عقد مربعين علشان العين تطلع معانا مظبوطة اول حاجة فيها كده، وتطلع برضو كويسة جدا. وانا بعمل العقدة شايفين بشدها، وانا بعمل عقدة بشدها كده بتبقى مايلة شوية، يعني مش عايزين فراغات في الشغل، ده اللي انا قصدي عليه.
ان احنا بنشد كويس كده ونشد الخيوط الثابته بتاعتنا، حتى لو العقده اخدت كيرف او مالت كده عادي جدا، هو ده اللي احنا عايزينه اصلا. تمام، يبقى تاني صف هنعمل فيه 8 عقد مربعين. خلاص كده خلصنا تاني صف، عملنا فيه 8 عقد مربعة. هنعمل تناقص زي ما اتفقنا، يبقى هنسيب فتلتين، اول فتلتين ناحية اليمين وفتلتين ناحية الشمال، هنعمل في الدور ده 7 عقد مربعين جنب بعض. شايفين انا بشد العقدة ازاي بحيث ما يبقاش فيه اي فراغ بين الادوار. تمام، عملنا 7، يبقى الصف اللي بعده هنعمل 6. هنسيب فتلتين من اليمين وفتلتين من الشمال ونعمل 6 عقد مربعين جنب بعض. الدور اللي بعد كده هنعمل 5 عقد مربعين. هنسيب فتلتين من اليمين وفتلتين من ناحية الشمال ونعمل 5 عقد مربعين جنب بعض. احنا عايزين نوصل لحد ما يكون معانا عقدة واحدة بس في الاخر، فبنعمل التناقص بنفس الطريقة. خلاص اللي بعد كده برضو نفس الخطوات، هفضل شغالة لحد ما اوصل عقدة واحدة بس في الدور. كل مرة بسيب فتلتين يمين وفتلتين شمال وبعمل العقد. خلاص كده تمام، انا خلصت اول مثلث معايا. هعمل مثلث زيه بالظبط الناحية التانية بنفس عدد الفتلات بالظبط في الاتجاه المقابل ليها الناحية التانية هنا. خلاص، لو المثلث مال مني شوية يمين او مال مني شوية شمال مفيش مشكلة، احنا هنرجع نظبطه عن طريق ان عدد الفتلات اللي ما بينهم هيكون عارفين عددها بالظبط وهتكون قد بعضها. كده انا عملت مثلث تاني، بقى عندي مثلث يمين ومثلث شمال. خطوات بسيطة، ما عملناش اي حاجة غير عقد مربعة بس، عملنا بيها تناقص. هنبدأ بقى ان احنا نعلق الفتلات اللي ما بينهم. طيب هنا انا محتاجة ما بين كل مثلث والتاني 14 فتلة بالظبط، ولازم اللي هنعلقه هنا يكون نفس العدد اللي هنعلقه الناحية التانية ونشتغل بيه علشان يكون المسافة بين المثلثين متساوي. يبقى خلي بالي جدا، انا هعلق دلوقتي 14 فتلة بعقدة البداية الامامية ما بين المثلثين، وفي الاتجاه المقابل برضو هنعلق 14 فتلة. طول الفتلات هنا 70 سنتي. خلاص تمام، احنا كده علقنا ال 14 فتلة ما بين المثلثين، والناحية التانية برضو 14 فتلة عشان اضمن ان المسافة بين المثلثين هنا قد المسافة بين المثلثين هنا بالظبط وما يكونش فيهم واحد مايل او. تمام، كل 4 فتلات جنب بعض هنعمل بيها عقدة مربعة. طيب انا معلقة كام فتلة؟ معلقة 14 فتلة. يبقى انا دلوقتي المفروض هعمل 7 عقد مربعين جنب بعض في الخطوة دي بال 14 فتلة اللي علقناهم في النص. دي العقدة السابعة. خلاص تمام، طيب هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟
احنا كده عملنا 7 عقد. تمام، الخطوة اللي بعد كده هنسيب فتلتين من اليمين، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي، وهنسيب فتلتين من ناحية الشمال، وهنعمل بقى 6 عقد مربعين. هناخد كل 4 فتلات جنب بعض كده مربع بالتبادل، ونعمل 6 عقد مربعين جنب بعض. خطوات العين سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص ولا كمية خيط كبيرة. ان شاء الله يا رب تعملوها وتطلع حلوة جدا، ويا رب يكون الشرح واضح وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة علشان كل حاجة جديدة بننزلها توصل لكم. هستنى رأيكم في الكومنتات. خلاص تمام، احنا كده عملنا ايه؟ عملنا 6 عقد مربعين جنب بعض. طيب احنا كنا سايبين فتلتين يمين وفتلتين شمال. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه بالفتلتين اللي كنا سايبينهم ناحية اليمين. هناخد اول فتلتين من المثلث هنا ونعمل عقدة مربعة. يبقى خدنا الفتلتين اللي كنا سايبينهم ناحية اليمين مع اول فتلتين من المثلث، وهنعمل عقدة مربعة. هنا بقى مش عايزين نشدها قوي، عادي علشان ما تبقاش مرفوعة فوق قوي. تمام، خلاص عملنا. هنعمل الناحية التانية نفس الخطوة. الفتلتين اللي كنا سايبينهم ناحية الشمال دول هناخد معاهم اول فتلتين في المثلث ونعمل ايه؟ عقدة مربعة برضه. خلاص تمام، هنعمل في الناحية المقابلة نفس الخطوات بالظبط. معلقين 14 فتلة، طول الفتلة 70 سنتي. هنعمل ايه؟ اول حاجة 7 عقد مربعين جنب بعض، ونرجع نعمل 6، والفتلتين اللي هنسيبهم هنا وهنا هنعمل فيهم ايه؟ هنشتغلهم مع اول فتلات من المثلثات بنفس الطريقة اللي فاتت بالظبط. خلاص انا كده خلصت العين وشكلها بقى واضح خالص. فاضلنا بقى الخطوة الأخيرة، اللي احنا هنجيب فتلة ونعمل صف من العقد المزدوجة كده يلف حوالين العين كلها كإطار. تمام، الفتلة دي طولها 2 متر، هي اللي هنستخدمها حوالين العين كلها. هنجيب الفتلة كده وهنسيب جزء منها عشان يدخل معايا في الشراشيب في الآخر. الفتلة دي هنعمل بيها زي ما قلنا عقد مزدوجة، وهتكون هي الخيط الثابت. هنبدأ بقى واحنا شغالين نرسم بيه شكل العين. دي اهم خطوة، ان احنا هنرسم بيه شكل العين. هنيجي عند العقدة المربعة اللي في النص دي ونقسم الفتلات بالظبط كده، وهنسيب بقى جزء من الفتلة زي ما اتفقنا بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نرسم عقد مزدوجة. طبعا هو هيكون الخيط الثابت فهيكون فوق، والفتلات اللي تحت دي هتكون هي الفتلات المتحركة اللي بتلف مرتين على الخيط الثابت. هنفضل بقى كده نعمل عقد ونشد بس اول عقدة كويس اهو بالشكل ده. هنشتغل بكل الفتلات اللي نازلة من العين عقد مزدوج. هقول لكم بقى بس التكة اللي هتطلع العين مظبوطة معانا واحنا شغالين. اهم حاجة تركزي في الخطوة دي ان انتي الخيط اللي في ايدك ده بترسمي بيه، يعني بترسمي بيه شكل العين.
بصوا بقى في الجزء ده عندنا العقدة هنا اللي كانت رابطة بين المثلث والشغل جوه شوية. انا لازم اركز ان انا برسم العين، ما ينفعش اطلع بالخط فوق وارجع انزل تاني. فانا رسم العين بشتغل الكيرف يبقى بتاع العين واحد، ما خليش الخيط معوج او يطلع مني ويرجع ينزل. هوريها لكم دلوقتي اوضح. شايفين الفراغ ده؟ مش عايزين نطلع بالفتلة الثابتة وبعد كده نرجع ننزل، لا انا مخليها كلها ستريت واخده شكل العين رسمه بيها بايدي. خلاص اركز في النقطه دي كويس جدا بحيث يطلع معايا شكل العين في الاخر مظبوط. انا حبيت اسرع الجزء ده بس اسيبكم تشوفوه وانا شغلاه علشان تعرفوا طريقة الشغل بتبقى عاملة ازاي. انا برسم بالخيط الثابت بتاعي شكل عين. بصوا بقى الجزء ده انا دلوقتي عندي هنا فراغ، ما ينفعش ان انا شايفين الجزء ده لازم اعمل حساب وانا شغالة ان يبقى كده دايركت، ما ينفعش الخيط ينزل تحت ويرجع يطلع فوق تاني، ما ينفعش يبقى شكله كده خالص، لا لازم انا ابقى برسم الكيرف مظبوط بتاع العين معايا من الاول. لو محتاجة شاسيهات المعدن بكل مقاساتها والخيوط متوفرة كلها في جروب خيوط مامة عمر، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف تحت الفيديو. انا كده هكمل شغلي من العقد المزدوجة، بس شايفين لو قابلني عقدة كده داخلة لجوه فانا لازم اعمل حسابها في الشغل من الاول. ابقى برسم خط كيرف واحد للعين كده ما اطلعش وانزل، لا مش هينفع، باخده جزء واحد او قطعة واحدة كده على بعضها علشان تطلع شكل العين بتاعتي مظبوطة زي ما احنا عايزين. شايفين بقى الشكل كده زي ما انا عاملة، بناخدها كده مرة واحدة ما بنطلعش وننزل بالخيط، نعمل بس حسابنا في الجزئية دي علشان تطلع معانا مظبوطة. انا كده وصلت للنهاية، هكمل بنفس الفتلة اللي معايا اللي هي الخيط الثابت، وصلت لنهاية الجزء يعني. هبدأ بقى الف العين كده واشتغل بنفس الخيط. شايفين الاطار شكله مظبوط ازاي؟ لان انا زي ما قلت لكم عامله حسابي ان انا برسم عين، بس هكمل بنفس الفتله بتاعتي صف العقد المزدوجه لحد ما اوصل للاخر، وهقول لكم بقى هنقفل الفتله في الاخر ازاي برضو. خلاص انا جيت للاخر، بقى عندي فتلتين، الفتلة اللي انا كنت سايبة جزء منها كده عشان يدخل في الشراشيب ولفت معايا كلها، وبقى لي بقى منها جزء كده تاني. هعمل ايه؟ هخلي الفتلة القصيرة دي هي الخيط الثابت، والجزء الطويل اللي متبقي ده هعمل عقدة مزدوجة على الخيط التاني عشان اقفل الشغل بتاعي، يعني بقفله بعقدة مزدوجة برضو، بخلي فيهم خيط ثابت وخيط متحرك وبقفلها بعقدة مزدوجة عادية جدا بس كده. خلاص كده شغل العقد بتاع العين نفسها كلها خلصت.
فاضل لنا ان احنا هنعمل ايه، هنسرح الشرشيب وتركيب المراية وهنقص الشرشيب ونثبتها، بس خطوات بسيطة جدا هي المتبقية طالما الشغل نفسه شايفين طالع مظبوط ازاي وشكله حلو جدا، ودي اهم حاجة عندنا. بس انا قبل ما بسرح بقصر الشراشيب شوية علشان ما تتعبنيش واسرح كل الجزء ده. تركيب المراية موجود لي فيديو على القناة تقدروا تشوفوه. انا هكتفي معاكم ان احنا نسرح ونثبت الشراشيب، ولو عايزين تعرفوا ازاي هتركبوا المراية برضو زي ما قلتلكوا هتلاقوا الفيديو على القناة. سرحوها كويس قوي، التسريح بنسرحه من الاتجاهين، يعني بتسرحوا من الوش ومن الظهر كمان. تمام. المراية بتتركب، بتعملي بقى مراية انتي بالمقاس اللي انتي عايزاه عند بتاع المرايات بالظبط، عايزاها بقى 25 سنتي، عايزاها اصغر، ممكن بداية من 15 سنتي، ممكن تكبري المقاس جدا. طبعا سهلة جدا، كلها بالعقد المربعة، مجرد بس ان انتي هتحسبي الخيوط بتاعتك، تخلي المثلثين قد بعض بالظبط، الفتلات اللي بين المثلثين قد بعض بالظبط لو عايزة تكبري المقاس، وبس هتقعدي بقى تسرحي. سرحت من الاتجاهين من ورا ومن قدام. ولو لقيتوا الشراشيب برضو طويلة وانتوا بتسرحوا او تعباكوا قصروها اكتر بس، وسرحوها كلها. انا ثبتها بسبراي، السبراي اللي هو الدوكو الشفاف. القص اللي انا بقصه ده انا لسه هساوي تاني، يعني انا مبدئيا بس بقصر الخيوط عشان ما سرحش كتير وما هدرش سبراي كتير، وبعد كده برجع اساويها بقى كلها. شايفين شكلها اختلف تماما لما اتسرحت ازاي؟ شكلها فعلا اختلف جدا. بس في الاخر بقى عايزه اقول لكم على حاجه، لما تيجوا ترشوا السبراي او تثبتوا بغيره او بسبراي ما تحركوهاش من مكانها خالص. انا استخدمت السبراي الدوكو الشفاف، ما تحركوهاش من مكانها، هترشوا السبراي وتسيبوها تنشف خالص وبعد كده ترجعوا تقصوها. تمام. بنرش السبراي وزي ما اتفقنا نسيبها تنشف تماما. قبل ما برش السبراي او الغيره لازم بحط كيس كده كبير تحت الحاجه عشان ما يبوظليش المكتب اللي انا شغاله عليه، برضو خلوا بالكم من النقطه دي. سيبوها بقى ما تحركوهاش تماما لحد ما تنشف. هي مثلا السبراي ممكن ياخد له نص ساعه، ربع ساعه، على حسب نوع السبراي بتختلف يعني. وزي ما قلت لكم ايه، انتوا هتركبوا المرايه بالمقاس اللي انتوا عايزينه، عايزين تكبروها عايزين صغروها، مفيش اي مشكلة خالص. اتمنى ان الشرح كده يكون واضح وعجبكم، المراية تكون وضحت. لو في بقى اي سؤال اكتبه لي تحت الكومنتات وانا هرد عليه على طول. عناية الاتنين ليكم. بس انا هنا بشرح لكم ان احنا لو كبرنا المراية هنعمل برضو مثلثين وصفين من العقد المربعة ونعمل اطار بنفس الطريقة في كل المقاسات. بس انا بقى دلوقتي بسويها. انا بعد اقص اكتر من مره برضو بقص مبدئيا كده وارجع اقص تاني اسويها اكتر لحد ما احس ان هي اتظبطت معايا في الاخر. وانتوا بتقصوا استخدموا مقص حامي وممكن تسرحوا على خفيف كده بعدها عشان برضو لو في فتله جايه فوق فتله ولا حاجه. وبس كده، يا رب يكون الشرح بقى واضح وعجبكم. اسيبكم مع المرايه، ده شكلها بعد ما ركبت لها انا المرايه. المرايه بتتركب بالخياطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.